بكرة الدنيا ما بين الأحمر والأبيض. النهاردة اختتم الأهلي والزمالك الاستعدادات لنهائي كأس مصر اللي هيقام غدا في السعودية طبعا يوم الجمعة، وهيكون طبعا الأهلي والزمالك الاثنين الحقيقة داخلين الماتش بظروف غير عادية. تعالى كده نبص، عندك الأهلي مثلا بكل طبعا بغياباته إصاباته الكتير، وكل يوم نسمع شكوك حوالين اسم معين اخرهم كان كوكا. في الزمالك اللي انت شايف جمهوره على الشاشه دلوقتي مش عارفين مين في خط النص، هل رؤى فعلا هيلعب مثلا؟ طب مين المهاجم بتاع الفرقه؟ اسئله كتيره قوي. فين يا جماعه جمهور الاهلي؟ يعني زي ما شباب بتجيبوا جمهور الزمالك تجيبوا جمهور الاهلي. طيب خلينا ماشي، خلينا كده نرجع وناخد اهو جمهور الاهلي كمان، اهو احمر وابيض الاثنين موجودين. هروح سريعا جدا معاكم الى الرياض، الناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير يا محمد. كابتن محمد مساء الخير. طيب خلينا يعني احنا طبعا لان احنا بنحاول الاتصال بيه من الرياض زي ما انتم شايفين، بس بجد ما شاء الله جمهور كله حلو بالابيض والاحمر، عندنا جمهور عظيم عظيم، والحقيقه ايادي كلها مصريه جميله، ابيض واحمر الاثنين الحقيقه احلى من بعض زي ما انتم كده شايفين. احنا شايفين اهو أحمر وأبيض وأبيض وأحمر، أول مرة كأس مصر خارج مصر وفي الرياض. رجع لنا تاني الناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا شفكي، ازي حضرتك؟ وأهلا بيكي وأهلا بكل المشاهدين. طيب سريعا جدا بين الأحمر والأبيض، قولي سريعا الأوضاع شكلها إيه والكواليس، في إصابات موجودة في الأهلي وإحنا لسه مش عارفين التشكيلات أيضا بالنسبة للزمالك. يعني الاهلي والزمالك 30 نجم، مهما يكون في اصابات داخل صفوف الفرقتين دايما بيكون نجوم حاضره. الاهلي والزمالك معروفين طبعا بقوتهم الفنيه الكبيره، الزمالك طبعا بعد فك القيد والازمه الاخيره انتهت بقى عنده كتيبه من النجوم، والاهلي طبعا يملك كتيبه من النجوم في الفترات الاخيره. الفرقتين عندهم اصابات كتير، ولكن بلا شك ان المباراه على المستوى الفني هتكون قويه جدا بين جوميز وكولر طبعا في الرياض. لاول مره كاس مصر، بطوله كاس مصر النهائي بيقام خارج القاهره في الرياض هنا، وطبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان يعني اهتمام كبير هنا في الرياض وفي السعوديه بشكل عام بالمباراه، مش بس من الجمهور المصري اللي يعني ان شاء الله باذن الله هيملى جنبات ملعب المباراه، لا كمان من الجمهور السعودي والجمهور العربي المتشوقين جدا ان هم يشوفوا الكلاسيكو اللي هو بيعد واحد من اهم مباريات العالم دلوقتي، وده اللي مخلي كل البلدان بتتهافت ان هي تشتريه بارقام كبيره جدا جدا، وده اللي هيظهر ان شاء الله باذن الله في المباراه بكره باذن الله. على المستوى الفني الاهلي بيعاني من اصابات كتير، والزمالك بيعاني من غيابات كتير، ولكن زي ما قلنا الهجوم الكتير اللي هتكون موجوده في ارض الملعب قادره ان هي تعوض ده ان شاء الله باذن الله تخرج المباراه. بس على المستوى الفني مين في الزمالك هيلعب في خط النص بالنسبه استاذ محمد؟ مين في الزمالك خط النص هيلعب؟ هل اتحدد؟ يعني في سريه كبيره طبعا في تشكيلات نادي الزمالك وتشكيل النادي الاهلي، ولكن يمكن عبد الله السعيد يمكن هو لاعب رقم واحد بالنسبه لجوميز في الفترات الاخيره، ناصر ماهر طبعا مرشح بقوه ان هو يكون موجود كمان في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك في خط الوسط، دونجا طبعا اللاعب اللي بيحبه مستر جوميز بشكل كبير في مركز سته، يمكن دول اهم ثلاث لعيبه مرشح ان هم يكونوا طبعا في خط وسط نادي الزمالك، واكيد بالتاكيد زيزو طبعا نجم نجوم نادي الزمالك ومصطفى شلبي، وفي الهجوم بقى ناصر منسي اللاعب المتالق بشكل كبير مع جوميز في الفترات الاخيره. الروح اللي موجوده ما بين الزمالك والاهلي وكونهم خارج مصر، ولكن يعني الحقيقه هيبقى الجمهور وكانه في استاد القاهره واكتر، يعني لانه الجمهور يعني الحقيقه عظيم. مظبوط يعني مظبوط، النهارده طبعا معروف ان الجاليه المصريه في السعوديه هنا جاليه كبيره جدا جدا، ولكن الاهتمام كبير يعني بالنسبه لنا كان مثير جدا اهتمام حتى اخواتنا السعوديين بالمباراه بشكل كبير، ما فيش سعودي هنا الا وليه الانتماء يعني سعودي ويا اما بيشجع الاهلي او سعودي. وانا هسالك سؤال لطيف جدا يعني استاذ محمد، دلوقتي انا عارفه انه في يعني اخوه سعوديين اهلاويين واخوه سعوديين زملكاويه، هل هينضم الجمهور السعودي الاهلي الى جمهور الاهلي وجمهور السعودي الزمالك الى جمهور الزمالك؟ ده بالتاكيد يعني هيبقوا في نفس المدرجات؟
بس طبعا انا طبعا التذاكر خلصت تقريبا بعد 10 دقائق بس من طرحها صحيح. بسبب التهافت الكبير على التذاكر، ولكن هنا في السعوديه يمكن قرروا ان هم يعملوا شاشات عرض عملاقه في اماكن كتير في الرياض وفي نواحي المملكه بشكل عام عشان تمام. يوفروا اجواء الاستاد لكل الناس اللي حابه تتفرج على الكلاسيكو الكبير جدا جدا. وطبعا بنوجه شكر للشركه المتحده على الاهتمام الكبير بالمباراه وهيئه الترفيه السعوديه على الاهتمام الكبير بالمباراه، وكمان السفاره المصريه في السعوديه هنا اللي عامله مجهود كبير جدا جدا برئاسه السفير احمد فاروق. احنا كمان هتذاع على الشاشه المصريه على اون سبورت، الناس هتقدر كمان تشوفها هنا، فاعتقد انه هيبقى في فرصه كبيره كانه مصر والسعوديه الجميع بيشجع اهلي وزمالك. الصحافه الرياضيه بتتناول الموضوع ازاي؟ يعني الصحافه طبعا هنا اهتمام كبير، يعني طبعا الدوري السعودي رغم يعني الدوري السعودي شغال وطبعا في منافسه كبيره جدا، ولكن لا صوت يعلو على صوت كلاسيكو الاهلي والزمالك. يمكن في اهتمام كبير جدا جدا من الصحافه السعوديه هنا والاعلام السعودي بشكل عام بالمباراه، يعني تدريبات الفرقتين، المؤتمرات الصحفيه، استعدادات الفرقتين. طبعا اكيد طبعا الفرقتين حابين ان هم يعملوا سريه كبيره على التشكيل بتاعهم والاستعدادات بتاعتهم، ولكن هنا كل منشطات الصحف يوميا تقريبا بقى لنا حوالي اسبوع على كده يوميا خاصه بالكلاسيكو، واكيد بكره ان شاء الله بقى الموضوع يعني هيكون في التوب بتاعه وهتلاقي اهتمام كبير جدا جدا ان شاء الله باذن الله المباراه تخرج بشكل كويس. ولكن بما اننا جبنا واتكلمنا عن العناصر المهمه في تشكيله نادي الزمالك، لازم نتكلم برضو عن العناصر المهمه في تشكيله النادي الاهلي. طبعا جاهزيه كهربا وجاهزيه بيرسيتاو وجاهزيه امام عاشور وجاهزيه نجوم النادي الاهلي للمباراه، يمكن دول يعني اهم لعيبه النادي الاهلي في ظل طبعا اصابات كتير ابرزها طبعا ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي الحارس الاساسي، ولكن كمان مصطفى شوبير جاهز واعلن جاهزيته للمباراه وان شاء الله يكون هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي بكره. اكيد نتمنى الخير الحقيقه، وكلنا الحقيقه هنشجع بقلوبنا، كل واحد بقى هيشجع على الفريق اللي بيحبه، دي ما فيهاش حاجه، تشجع الاهلي، تشجع الزمالك، شجع اللي انت عايزه، لكن الاثنين ان شاء الله يشرفوا مصر ويقدموا مباراه حلوه ويكون مهرجان رياضي مصري سعودي التنفيذ هناك، وان شاء الله تبقى حاجه حلوه. وهي الحقيقه يعني أنا سعادتي بأنه يعني حتى الماتشات المصرية تلقى هذا الترحيب الكبير جدا في الرياض. مظبوط طبعا، يعني دي حاجة أن مباراة تباع بالرقم ده 2 مليون دولار عشان المباراة تتلعب طبعا في السعودية، بخلاف طبعا الجوائز القيمة جدا للفرق الأهلي والزمالك. طبعا صحيح. الأهلي أو الفائز في المباراة هتوصل قيمة المكافأة بتاعته هتوصل لحوالي 1 مليون دولار، حتى الخاسر يعني قيمة برضه المكافأة بتاعته مش هتقل عن 350 ألف دولار، بخلاف ان الكاس طبعا التقليدي الفريق الفائز هيفوز بيه، وكمان في كاس من الذهب الخالص هيحصل عليه برضه الفريق الفائز من هيئة الترفيه السعودية. فبالتالي مباراة وكمان في مفاجآت كتير خاصة بالحفل اللي هيكون قبل المباراة والمطرب عمرو دياب اللي هيحيي الحفلة، وكمان دياب. عدد من الفقرات يعني هيكون في فقرات ومفاجآت كتيره جدا جدا على هامش. جميل، طيب خلينا نتمنى كل التوفيق، وطبعا هيبقى الاهلي بزيه الاحمر والزمالك بزيه الابيض، وان شاء الله احمر وابيض الاثنين ينوروا استاد يعني بجد في الرياض وتبقى مباراه مشرفه. اشكرك شكرا جزيلا من الرياض الناقد الرياضي محمد عراقي، اشكرك شكرا جزيلا.